مرحبا بكم في هذه النشرة والتي نستهلها بأبرز عناوينها. عدوان إسرائيلي على محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي والأضرار مادية. تعبيد طرقات المزروبة في ريف حلب على نفقة أبنائها مع المغتربين من البلدة. أسوة بباقي المحافظات، الحرفيون في المنطقة الصناعية بحماة يطالبون بتطبيق قرار عام 2008 وتمليكهم المخازن التي يستثمرونها. أهلا بكم. أقدم العدو الإسرائيلي على استهداف محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي واقتصرت الأضرار على الماديات. وذكر مراسل سما في القنيطرة أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانه بالصواريخ على الأطراف الغربية لبلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي. هذا وتصدت وسائط الدفاع الجوي السوري في 24 من الشهر الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية. أكدت سوريا أن مواجهة ظاهرة الإرهاب العالمي تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا، مع ضرورة التأكيد على أولوية الملكية والقيادة الوطنية لجهود مكافحة الإرهاب وتشديد على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم تجاوز ولايتها القضائية الوطنية. رئيس بعثة سوريا في مدريد السفير سمير القصير وفي بيان أمام مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى قال إن أحد مفرزات الحرب الإرهابية المستمرة ضد سوريا انتشار ظاهرة استخدام الإرهابيين الأجانب وأفراد عائلاتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال لأغراض جرمية، حيث يوجد إلى اليوم ما يزيد على 60,000 منهم في عدد من مراكز الاحتجاز غير الشرعية الخاضعة لميليشيات انفصالية إرهابية ضمن ظروف إنسانية مروعة. اعتدت المجموعة الإرهابية المرتبطة بالاحتلال التركي بالمدفعية على مناطق آمنة شمال الرقة. القصف المكثف بالمدفعية نفذته مجموعة إرهابية استهدف قريتي الدبس وصيدا ومحيط بلدة عين عيسى وطريق الدولي الانفور، ما تسبب بأضرار مادية في المكان وهلع وذعر بين الأهالي. خطفت ميليشيا قسد 13 مواطنا بعد مداهمة قرية المخلط الواقعة شمال الرقة. وذكرت مصادر أهلية في الرقة أن مجموعة مسلحة من الميليشيا اقتحمت القرية على الطريق الدولي انفور وخطفت 13 مدنيا بينهم طفلان، على خلفية منع أحد المواطنين عمال حفر الأنفاق التابعين للميليشيا بالحفر تحت منازل القرية. هذا وتعمد قسد على إنشاء تحصينات هندسية في المناطق التي تنتشر فيها بينها أنفاق أودت بحياة العشرات خلال عملية الحفر وتجريف الأتربة. وصلت اللجان المعنية بتطبيق اتفاق التسوية استقبالها الراغبين بالانضمام إليها في دير الزور وحلب، وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المحررة من الإرهاب وترسيخ الاستقرار فيها. اليوم جايين نسوي تسوية واستقبالهم رائع جدا جدا الرفاق، ولا يمنع انه حتى بالخارج يجون يسوون تسويه او المغرر بهم يجون يسوون تسويه. هو شخص حتى ما عليه شيء يجي يسوي تسويه شامله، وهي مكرمه من سيد الرئيس. كنت بلبنان وجاي من شان خدمه العلم، جاي من شان اخدم جيش، واعطونا تسويه قال بدك تشوف اهلك وتقعد مع اهلك شهر، يعني مو ضروري تطلع يعني دغري على الجيش. انا جيت اسوي تسويه هنا على الصبخه وانصح، واستقبال كان كويس مرتب،
وانصح كل الشباب يجون يسوون تسويه ويرجعون لحظ الوطن. جيت اسوي مصالحين والحمد لله الشباب هنا كويسين وقدموا ما فقدموا وجزاهم الله خير وما قصروا والحمد لله. وانصح الناس تجي تسوي عليه شيء يجي يسوي مصالحه ولا يتردد ولا يخاف. انا اشكر السيده الرئيس بشار اسد ونحفظ الله يحفظ ان شاء الله على هذا الاهتمام ونرجع الى وطننا والى ونشكر مثل ما قال يعني نزيد الشباب نخليهم يجوا للمصالحه والشباب استقبالنا مستقبل جيد كويس واجراءات بسيطه وما فيها الشيء اللي صعوبه وما جينا من لبنان سمعنا بالتسويات وجينا لهون جينا نعمل تسويات ونضبط وضعنا هون ورجعنا على البلد نستقر هون اضبط شيء. استقبالنا حلو الله يعطينا العافيه ننصح الشباب اللي خارج البلد يرجعوا لهون امور كلها تمام وهون الشباب استقبالهم حلو الامور كلها تمام. شيء كويس انه صارت للتسويه من شان العالم شوي ترجع ان شاء الله ترجع العالم ان شاء الله تنحل المشاكل. انا يا طول بعمر سياده الرئيس والله وكيفنا على التسويه وعلى جزاه الله الف خير والله يطول لنا بعمره يا رب. الحمد لله رجعنا للاحضان الوطن رجعنا على بلادنا بدنا نستقر بالبلد نشتغل بشغلنا. بحث محافظ الحسكة غسان خليل مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير الواقع الإنسانية والإغاثية في المحافظة خطر المعتقلات التي تقيمها ميليشيا قسد وتحتجز فيها عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على أمن المحافظة والمنطقة. قدمنا واقع المحافظة وما تعانيه من خلال وجود المحتلين ومن خلال وجود الميليشيات وأيضا تحدثنا في الواقع بالواقع الإنساني وما تتطلبه المحافظة في مجال الخدمات التي تقدم في مجال المياه وشبكات تحلية المياه التي بحاجة إلى دعم وأيضا بتقديم بعض الخدمات المتعلقة بالمشافي والمتعلقة بموضوع المدارس وأيضا بموضوع المعتقلين الموجودين في السجون والذي يجب أن نعلم ما هي ظروفهم وأيضا عن الموقف المخيمات التي هي بجوار محافظة الحسكة والتي هي عبارة عن قنابل موقوتة بل براميل من البارود قد تنفجر يوما ما هي والسجون أيضا التي تحوي الآلاف من العناصر الإرهابية. عملية المصالح العقارية في القنيطرة حوالي 7400 وثيقة عقارية خلال الفترة الممتدة منذ مطلع العام الحالي ولغاية نهاية شهر نيسان الماضي. هذا وبلغ عدد القيود العقارية المصدرة نحو 3600 قيدا عقاريا بالتوازي مع اصدار نحو 480 بيان ملكية، في حين بلغ عدد العقود الموثقة 366 عقدا. إلى ذلك تمت أرشفة كافة الوثائق العقارية في المديرية إلكترونيا حيث يتم استخراجها بنفس اليوم، ما يخفف على المراجعين الجهد وعناء الانتظار. بعد بدء زيارتهم في دمشق وصل وفد منظمة الفاوف إلى ريف محافظة حماة حيث بدأ جولات ميدانية للاطلاع على المشاريع المنفذة بين الفاو ووزارة الزراعة السورية أبرزها وحدة التصنيع الغذائية في حلفاية وذلك قبل انتقال الجولات الميدانية إلى محافظة حمص. شملت جولات وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو مشاريع عدة في ريف محافظة حماة أبرزها مشروع إعادة تأهيل شبكة ريم حردة شبكة ري طار العلا العشارنة في منطقة الغاب المنفذ بالتعاون بين الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب والفاو ضمن برنامج الدعم العاجل للمزارعين المتضررين في الغاب لتحسين أمنهم الغذائي، وهو مشروع يروي حوالي 2670 هكتاراً
في 12 قرية. هذه الزيارة تأتي في إطار تقييم المشاريع التي تقدمها الفاو عبر وزارة الزراعة بجمهورية سوريا العربية، وهذا تقييم لإعادة تأهيل قنوات الري وأيضا إنشاء بعض المحطات التصنيعية لصناعة الغذاء في المناطق الريفية. تقييم بصفة عامة تقييم ناجح جدا، في تعاون كبير جدا من قبل وزارة الزراعة. الفاو نتعاون معها في عدد من المشاريع التنموية، ومنها إعادة تأهيل شبكات الري الحكومية وإيصال المياه إلى حقول الأخوة الفلاحين لتمكينهم من إعادة زراعة المساحات المروية وتحسين الإنتاج والإنتاجية، إضافة إلى إقامة العديد من الوحدات التصنيعية والإنتاجية. نحن بمشروع لإعادة تأهيل حوالي 35 كيلومتر من خط ري طار العشارنة. هذا الخط هو حول أكثر من 22 ألف دنوم من زراعة بعلية إلى زراعة مروية. نحن تعاوننا مع الفاو بهذا المشروع واستطعنا إعادة تأهيل حوالي 22 ألف دنم فقط من هذا المشروع لري المحاصيل الشتوي والصيفي في الغاب، فارتفعت الإنتاجية عندنا من 200 كيلوغرام للدنم الواحد ل 500 كيلوغرام، بالإضافة إلى الزراعات التكثيفية ممكن إدخالها على هذه المساحة المخدمة من هذه الشبكات. وإلى جانب الاطلاع على واقع محصول القمح في منطقة الغاب، زار الوفد وحدات التصنيع الغذائية في بلدة حلفاية بمنطقة محردة. بفضل هالمشروع أعيد تأهيله وأمنت لنا المياه السقي، الحنطة صار وضعها ممتاز جدا. سابقا كانت شبه عدم، العام الماضي كانت إنتاج لا يتجاوز 200 كيلوغرام، اليوم بيجوز متوقعين بين 400 وال 500، ممكن يوصل ل 600 حسب بقات العناية اللي صارت بالأرض. تصنيع حلفاية هي ورشة عمل مصغرة بتضم مجموعة من النساء الأرامل والمعيلات، كل موسم بموسمه من باشر بالعمل حسب الإنتاج. القرية تشتهر بإنتاج الخضار. واختتمت جولات وفد منظمة الفاو ووزارة الزراعة في حماة بلقاء الفلاحين المستفيدين من منحة بذار القمح المقدمة من الفاو في بلدة تقسيس في ريف حماة الجنوبي الشرقي، حيث بلغ عدد المستفيدين 465 فلاحاً بكمية 200 كيلوغرام لكل فلاح، بالإضافة إلى تقديم التدريبات والخبرات للمستفيدين. أقام مركز البحوث العلمية الزراعية بالتعاون مع مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالرقة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو يوما حقليا في ريف الرقة المحرر حول بناء القدرات المتعلقة بتنفيذ برنامج دعم البذور والأصناف الجديدة من القمح. بغية إحداث سلالات جديدة لأصناف متعددة من القمح تناسب طبيعة التربة والأجواء في ريف الرقة الشرقي المحرر، أقامت هيئة البحوث العلمية الزراعية بالرقة يوماً حقلياً للإطلاع على التجارب الزراعية التي أقيمت بالمنطقة ضمن اتفاقية التعاون بين هيئة البحوث العلمية الزراعية ومنظمة الفاو. هناك إجراء استباقي لحماية مزارعي القمح من الهطول المطري دون المعدل المتوقع في المناطق المتضررة من الأزمة في سوريا. تم ترشيح 14 مرشد زراعي باتباع دورة في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وهؤلاء المرشدين الزراعيين قاموا باختيار حقول نموذجية متابعة تقريبا شبه يومية وتسجيل استمارات أسبوعية وشهرية، متابعة جميع مراحل نمو النبات وعملية الخدمة الزراعية. تم إقامة دورة في الهيئة البحوث العلمية، وتم توجيه الفلاحين وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، حيث تم زراعة المحصول القمح. كاميرا سما جالت في الحقول واستمعت لآراء الفلاحين حول المتطلبات في المرحلة الحالية كونها مرحلة تحضير لاستلام محصول القمح. قامت منظمة الفاو أنطتنا على 15 فلاح، كل فلاح أعطوه 200 كيلو، واخترنا الحقول هذه، والحقول هذه أشرفنا على زراعتها وأشرفنا على كذا إحنا مع التعاون مع الزراعة بالأدوية والآخره. في عنا صعوبات الري، صعوبات قلة المازوت، صعوبات قلة السماد. مية ما عدنا، ما جاءت تجينا مي خالص، والبارح سيادة المحافظ تصرف لنا مازوت ب 1700 حر ماشي، وسماد ما عندنا كافي. أكثر الزريعة السنة مطبوبة من الهواء والغبرة وغيره، وسماد كافي ما بي نهائيا. بي نقص يعني، بل بالنسبة للفلاح عنده نقص بالسماد بالمي
يعني على طول احنا نعاني من هالشغله. لكن جاتنا رحمه رب العالمين، هالمطر نفع هالزرع. عندي زرع حوالي 30 دورة كلها زعيرتان، الزعيرتان هذا ضار للحنطة. رحنا على الزراعة ما طلع منها شيء، لا وافقونا على رعي أو على ضمان. وهذا نعاني منه بشكل ما يتصور. مي واحدة بس سنة تشرب عندنا أراضي. مي واحدة من الري. والسماد يجينا على الدولم 7 كيلوات. تأتي أهمية الفعالية في التعريف بالأصناف المزروعة وتأثيرات العوامل الجوية عليها واختيار الصنف الذي يناسب الأرض حسب منطقة الاستقرار الزراعية. قام أهالي بلدة المزروبة في ريف حلب بتعبيد طرقات البلدة كافة، وذلك على نفقتهم الخاصة وعلى نفقة أبناء البلدة من المغتربين، وذلك في بادرة تسعى لتأمين الخدمات للأهالي. في إطار تفعيل ثقافة العمل الشعبي والتعاون بين المواطنين والمؤسسات الحكومية بالريف الشرقي لحلب، أهالي قرية المزبورة في المغترب يقومون بتعبيد القرية بشكل كامل على نفقتهم، وذلك بالتنسيق مع مجلس محافظة حلب ومؤسسة الإسكان العسكرية. ونرجو من القرى المجاورة تحذو حذونا، لأن الآن إحنا لنا طريق يربطنا بدير حافر للتايهة لمحاصيلنا الزراعية لطلاب المدارس لسياراتنا. نشكر كل من ساهم معنا من المغتربين. التكاتف والتكافل مع الناس مع بعضها راح تعمل شيء، أو طبعا الطريق بداية، هي تعتبر بداية للتكاتف والتعامل مع بعضها. فنحث الجميع، نحث الجميع المغتربين واللي عندهم المقدرة أنه يساهمون في بناء قريتهم، في بناء وطنهم. مثل ما قامت أبناء هذه القرية بعمل شعبي وتصليح البلد، نرجع كل مواطن سوري يقوم بعمل شعبي وإصلاح، نرجع الوطن مثل ما كان وأفضل إن شاء الله تعالى. نشكر أخواننا المغتربين على هذا العمل اللي ساعدونا فيه، وتعبيد جميع القرى، جميع قرية المزبورة بما فيها الطرق الفرعية وخدمات جميع القرية من طرق زراعية ومن طرق رئيسية. أبناء هذه القرية المغتربين نشكرهم أيضا، حيث أنهم قدموا الكثير لأبناء بلدهم ولوطنهم، وهذا يعبر عن انتمائهم لهذا الوطن. مجلس محافظة حلب ورؤساء المجالس المحلية في منطقة دير حافر ورسم الحرم الإمام أكدوا على الدور الكبير للأهالي خلال السنوات الماضية من خلال مشاركتهم في العمل الطوعي بالتعاون مع مؤسسات الحكومة. وقد بلغت مساحة الطرق المعبدة في قرية المزبورة حوالي 6 كيلومترات، وبتكلفة تقدر ب 600 مليون ليرة سورية. قرية المزبورة التابعة لرسم الحرم الإمام، طبعا نحن الآن وضمن تعليمات سيد محافظ بزيارة المنطقة لمباركة هذه الخطوة المهمة جدا، وهي التي تمثل حالة من التماهي والتعاون المشترك والتنسيق المشترك بين المجتمع الأهلي وبين المؤسسات الحكومية، التي من شأنها تعزيز ثقافة المواطن، وأيضا من شأنها أن تكون أحد مقومات الصمود ورافعة الإعمار. طبعا قام أهل المزبورة مشكورين بالقيام بعمل شعبي ضمن قرية المزبورة. طبعا الطريق يقوم بإيصال المواطنين من قرية المزبورة إلى مركز البلدة في رسم الحرم للإمام. السنوات الماضية في سوريا شهدت أعمالا تطوعية وشعبية كثيرة، مما يؤكد على الدور الكبير الذي يقوم به السوريون في سبيل إعادة إعمار البلد. هيثم كزو، قناة سما الفضائية، ريف حلب الشرقي. يطالب حرفي المنطقة الصناعية في محافظة حماة مجلس المدينة بتطبيق القرار الصادر عام 2008 وتمليكهم المخازن التي يستثمرونها كما في باقي المحافظات الأخرى. لا تزال مطالب الحرفيين في المنطقة الصناعية تنتظر الحلول. 136 حرفيا مستثمرين محالا من مجلس مدينة حماة منذ أكثر من 15 عاما بعد قرار إخراجهم من المدينة، والوعود بالتمليك آنذاك كانت حاضرة بدون تنفيذ حتى اليوم. أنا كان عندي محل على طريق محردة 175 متر راح بالطرقات العامة، اجوا عطوني دكان استثمار هون. طيب كان أول أجار، أول ما أخذناه 5000، هلأ بده يصير 1,035,000. طيب مو هذا ظلم؟ مو أبو حرام؟ نحن مقابل هالدكان إن دكاكين بنحاضر سملك البلدية مقابل شان الشارع العام، وعطونا هالدكان مقابلة
استثمار. نحن للغايه بدنا اياها نستملكها بتبقيتها العالم وخالص. بدل ما يستملكونا اياها قاموا زودوا علينا اجار، كل فتره بيزودوا علينا اجار دبل. نحن محلاتنا رايحه بالبلد مستملكه، هدى مجلس المدينه واعطانا محلات استثمار، والعقد اللي بيننا وبينه لبعد 15 سنه بيطوبنا. البلديه كل ما بتروح لعند الرئيس البلديه بيقول لك نفع عام، نفع عام انا عشو؟ انا محل يعني قاعد عم اشتغل، معقولي انا محل نفع عام؟ مشكلة بين الأوراق والقرارات التنفيذية والوزارية طرحت عبر قناة سما، وتم تشكيل اللجان للدراسة التي لم تغير من الأمر شيئا، ومجلس المدينة يدرس قرار رفع سعر الاستثمار بما يعادل القيمة الحالية لتزداد مشاكل الحرفي، في حين يكون رد المعنيين أنهم يطبقون القانون. أنت فقدت حقي، خلصني، خلتني أفقد حقي بأنه أتملك محل بشكل شخصي، جيت لأستثمر عندك لأخذ محل بالتوسع، حرمتني تسجل بالتوسع والحرفيين بتشهد وكل العالم تشهد واتحاد الحرفيين انه والبلدية ممنوع تسجل انت مستثمر وانت موعود بالتمليك، شلون بدك تستثمر؟ نحن ما لنا مستثمرين المحلات، نحن متضررين. البلدية اذا ما بتقرا ما بتعرف تقرا بتقرا على سوا، نحن متضررين، اخذين محل مقابل هالمحل، ما اعطونا هدول المحلات على سواد عينينا. ما حدا اخذ محل مقابل سواد، اخذوا محل فتحوا عليه اما شارع او مدرسه او تحسين منظر المدينه، لاجل هالمحلات طلعونا نحن على المنطقه الصناعيه هي. الحرفيون يطالبون مجلس المدينه البحث عن حلول استثماريه جديده لتحسين وضعه المالي، والا يتعرض للظلم برفع الاجور مع تمليك الحرفيين المخازن التي يستثمرونها اسوه بالحرفيين في باقي المحافظات الاخرى، وتفعيل قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حماه السابق لعام 2008 الذي سمح للحرفيين بالتمليك. المزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس معاوية جرجنازي رئيس مجلس مدينة حماة. بداية نرحب بك معنا في هذه النشرة. كما لاحظت التقرير واضح، المستثمرون يطالبون أنه يجب تمليكهم كما تم تمليك آخرون، فهناك بعض الحرفيين تم تمليكهم محالا بدلا عن تلك التي تم استملاكها من قبل البلدية، ولم يتم تمليك البعض الآخر وسمح لهم بالاستثمار فقط، لماذا هذا التمييز؟ لا بالعافية، هلا نحن هاي الحالات هي عبارة محلات بانيتها الوحدة الإدارية مجلس مدينة حماة على حسابها، وما في أي قانون عندنا يجيز إنه نبيع الوحدة ويبيع الوحدات الإدارية اللي تبنيها البلدية. ومع ذلك نحن وقت يصير في اعلان لتوسع المنطقه الصناعيه جاهزين كل من اول يقدم الشهاده الحرفيه للملك بتوسع المنطقه الصناعيه، ما عندنا اي مشكله في هذا الموضوع. ولكن هناك قرار صادر عام 2008، قرار سابق، قرار مكتب تنفيذي صدر ولم ينفذ لانه خالف الانظمه والقوانين الموجوده. ما هي المخالفات؟ المخالفة لا يمكن بيع، لا يمكن بالنظام عندنا بالنظام الداخلي الوحدات الإدارية لا يمكن بيع اي لا يمكن بيع اي دكان بانيته الوحده الاداريه الا استثمارا، ممكن يكون عندنا نحن مقاصد اراضي معدل البناء ممكن بيعها، اما اللي بتبنيه الوحده الاداريه لا يمكن بيعها مطلقا. كيف سيتم حل هذا الموضوع خاصه ان الاجار يرتفع شهر بعد اخر؟ نحن الموضوع اخضعت هذه الدكاكين للنفع العام واصبحت استثمارا من عام 2018. ما معنى نفع عام؟ نفع عام يعني على الوحده الاداريه، النفع العام يتوجب ان هي تستثمر استثمار وكل ثلاث سنوات ممكن نحط نحن رقم الاجار اللي هو بيناسب البلديه، طبعا هي الارقام يعني انت مثل ما سمعتي ارقام كانت 5000، كانت هي مؤجره حوالي 100,000 بالسنه كلها، هلا تقريبا ارتفعت حوالي 10 اضعاف، يعني موضوع عادي جدا اصلا، حتى ما في دكاكين بالمنطقه الصناعيه بهذه الاجار، اجار يعتبر مع الزياده كلها زياده هو اجار بسيط بالنسبه للدكاكين اللي مثلها. لو انه عادي لم يتم ذكرها في التقرير استاذ. يا استاذه، على كل نحن الحالات اللي قالوها 136 هن دكان، ثلاث دكاكين فقط، ثلاث ناس من المواطنين اللي حكوا الكلام نحن مستملكين لهم دكانهم، اما الباقي نحن ما استملكنا لهم، عباره عن كان محل بالبلد هو بالمدينه طالعوه عطوه استثمار فقط، نحن ما اخذنا له بيته، بيته تم ودكانته تمت.
الى الان متملك ذاك المكان، متملكه بيته والذي كانت هو مالكه، نحن ما اخذناها منه. نحن بس ثلاثات حالات، وطبعا في شكل لجنه مشكله بالمحافظه وانا عضو فيها طبعا السيد محافظ، ونحن مع اللجنه حولنا الموضوع للهيئه للرقابه والتفتيش، اذا كل واحد عنده حق رح نرجع له اياه، والموضوع منظور امام الهيئه العامه للرقابه والتفتيش. على الاقل تثبيت الاجارات لمده معينه. تثبيت الاجار نحن هلا بعد اجارات لا تتناسب مع هذه الاوضاع. نحن يعني معقوله انت عندك دكان ماجرتيها ب 100,000 بالسنه؟ هلا رفعوها نحن مع كل الارتفاعات اللي صارت، يعني رفعناها ضرب 10 فقط مو اكثر يعني. اشكرك جزيلا على هذا الايضاح. شكرا لك استاذ معاويه جرجنازي، كنت معنا عبر الهاتف. بهذا نكون وصلنا الى ختام نشرتنا، في امان الله.